السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الأولى من الوحدة الثالثة، التغذية النمو والصحة، المرجع الواضح في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذن عنوان درسنا وحصتنا لهذا اليوم: هل للرضيع والطفل التغذية نفسها؟ هل للرضيع والطفل التغذية نفسها؟ إذا الهدف التعلمي أن أميز بين تغذية الرضيع وتغذية الطفل. إذا لاحظوا معي في الصورة الأولى، رضيع في شهوره الأولى يتغذى على حليب الأم. إذا هنا الرضيع بعد أن كبر قليلا يتغذى، يتناول الحساء بخضر، لأن بعد بلوغ الرضيع الشهر السادس تضاف أغذية أخرى لتلبية حاجيات الجسم. هنا طفل أغذيته متنوعة، هناك فواكه خضر. إذا أتساءل، ما هي الأغذية المناسبة للرضيع أو بما يتغذى الطفل؟ إذا ما هي الأغذية المناسبة للرضيع؟ الأغذية المناسبة للرضيع فقط حليب الأم. الأغذية مناسبة للرضيع حليب الأم، إذا حليب الأم فقط. حليب الأم بماذا يتغذى الطفل؟ إذا يتغذى الطفل على مجموعة من الأغذية المتنوعة. من الأغذية المتنوعة، ما هي الأغذية المناسبة للرضيع؟ الأغذية المناسبة للرضيع هي حليب الأم. بماذا يتغذى الطفل؟ يتغذى الطفل على مجموعة من الأغذية المتنوعة. ما سأقوم به؟ الاستفادة من نصائح طبيبة الأطفال. إذا السؤال المطروح: ما هو الغذاء المناسب للرضيع وللطفل؟ إذا جواب الطبيبة: حليب الأم كاف للرضيع إلى غاية بلوغه الشهر السادس. إذا حليب الأم من تاريخ الازدياد الى الشهر السادس كاف للرضيع. بعد الشهر السادس تضاف أغذية لتلبية حاجيات الجسم. اذا بعد الشهر السادس تضاف أغذية اخرى لتلبية حاجيات الجسم. أغذية الطفل متنوعة كالخضر والفواكه واللحوم. اذا ماذا نستنتج؟ تغذية الرضيع تتم بحليب الأم. تغذية الرضيع تتم بحليب الأم، وكلما زاد عمر الطفل تضاف أغذية جديدة. أغذية جديدة لتلبية حاجياته. إذا تغذية الرضيع تتم بحليب الأم، وكلما زاد عمر الطفل تضاف أغذية جديدة لتلبية حاجياته. استخلص، ابتداء من الشهر السادس تضاف أغذية إلى حليب الأم لتغذية الرضيع. لتلبية حاجياته يتناول الطفل أغذية متنوعة. إذا ابتداء من الشهر السادس تضاف أغذية إلى حليب الأم لتغذية الرضيع. لتلبية حاجياته يتناول الطفل أغذية متنوعة. أنمي رصيدي الرضيع
le nourrisson الحليب le lait. Alors الرضيع le nourrisson الحليب le lait. عبء تعلمتي أضع علامة في تحت الغذاء المناسب للرضيع قبل 6 أشهر. إذا هل اللحم مناسب للرضيع تحت 6 أشهر؟ لا. حليب البقرة كذلك لا. حليب الأم نعم. حليب الأم هو الغذاء المناسب للرضيع قبل 6 أشهر. الخبز أيضا غير مناسب للرضيع قبل 6 أشهر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.